هاد الساحة هادي اللي دارت مكان واحد الحي، اللي كان واحد الحي هنايا كيتسمى عندنا بمنطقة العرائش، كان اسمه حي يعني حي، المهم واحد الاسم كان عنده بحال هيدا، يعني حي المقبرة اليهودية. هنا عندنا كاين المقبرة اليهودية، وهنا كاين مقبرة المسلمين اللي هي سيد العربي، وهنا مقبرة هذه هي الساحة، هنايا المقبرة ديال المسيح. كنبتدي لكم الجولة الليلية وهاد المسارية الليلية اليوم عرفت مدينة العرائش هطول أمطار الخير هاد المساء هذا. كنبتدي لكم هاد الجولة ابتداء من ساحة التسامح. ساحة التسامح عاد تم الإنشاء ديالها بعد ما قامت السلطات بإخلاء ديال الساحة هذه اللي كانت فيها عدة مساكن صفيحية، وكانت واحد الحي شعبي كان فيها اللي كان هو الاسم ديالو على ما كنتذكر، على موضوع واقيلا بالدارجة ديال الدرينا كانت سميتو حومة عوعاء ولا موضوع بحال هكذا. هذه هي مقبرة المسيح، مقبرة النصارى، بجانب مقبرة اليهود، وبجانب مقبرة هنا كاين أشغال ديال النفق، لكن اشغال ديال النفق ديال المجاهد واد الحار اللي يرتبط ابتداء من مدخة ديال شارع بوحنيني الى مسيطرو الساحه ديال السيد العربي. ناخذ منطقه ديال سيدي جيلان هنايا، مرحبا بكل واحد انضم معنا في هذه الجوله الليليه، هذه المساريه امطار الخير. دائما مدينة العرائش تصبح جميلة بأمطار الخير لأنها كتسيق، وهذه الجولة الليلية اللي كنرزق لكم فيها مدى انضباط التجار والمحلات والمقاهي بقرار ديال الإغلاق. نظرا للحي كما قلنا حي الوحدة، لأنها كانت حي هنا حي صفيحي اللي كانت سميتو حومة غوادالوبي، بزاف الأسماء كانت معطية ليها، حومة سيد العربي، حومة غوادالوبي، كانت مزيان، كانت مجموعة ديال البراك هنا تحيدوا الحمد لله، ولكن تعطاو نتناقلوا من هنا اللي عطاو في حي الوحده، كاين اللي عطاو في منطقة ديال المنار. حنا الان حدا مسجد سيدي جي، كما كنشوفوا في الصوره الشوارع خاليه، المحلات يعني كلشي مشدود، كلشي ملتزم، هي شعبيه كما كنقولوا دائما كنلقاهم ملتزمين بهذا القرار ديال الاغلاق. الان يعني كيتواجد الشمال ديالنا حي سيدي جي، على اليمين ديالنا كاين اللي سميتو حي الوحده. كاين امطار الخير، يعني منطقه كامله الحمد لله مرويه في مدينه العرائش. مثل الآن حنايا كنوصلوا لنهاية الحدود ديال حي الوحدة وحي سيدي جي، أمام ديالنا كاينة التجزئة الإدريسية ولا التجزئة بن موسى كما كتسمى. نضرب حنا في واحد الممر هنايا باش ندخلوا لمنطقة شعبان، هي اللي كتواجد الآن يعني أمامنا. الشمال ديالنا كاينة حي سيدي جي، يعني جميع المحلات جميع المقاهي كلشي ملتزم بتوقيت الإغلاق، وتا الساكنة يعني ملي كتجيش الشتيوة بحال هكا حتى المواطن يعني كيكون كلشي في الدار ديالو، يعني باقا دقائق قليلة باش يبدا الحظر في الجو الليلي. والله راس أنفو دائما معودكم في الساعة هذه بجولة ليلية مسارية ليلية كل يوم في منطقة. الآن كنمروا من أمام حمام سيدي جي، هذا الحمام الحديث، هنا واحد المنطقة اللي كدار فيها دائما هذا الحمام ديال سيدي جي.
هو مغلق وملتزم. هنا كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي منطقه دائما كتعرف فيضانات، هنا كاينه مضخه، والان الحمد لله واخا طاحت الشق ليله شويه ما كاينش الفيضان في هذه المنطقه. هذه حمام سيدي جي، حمام شعبان كما يسمى، او لا حمام سيدي جي. هنايا دخلنا منطقة شعبان واحد اللي موجودة على الشمال ديالنا، ومنطقة شعبان جوج هي اللي على اليمين ديالنا. هذا الشارع الرئيسي كما كنشوفوا في الصورة، بما بالكم جميع المحلات مسدودة، كلشي ملتزم بحظر الجو الليل، حظر توقيت الإغلاق، والشوارع فارغة، كلشي ملتزم بحظر الجو. بقى دقائق قليلة باش يبدا، يعني المقاهي كل شيء مشدود. مرحبا بكل المتتبعين لاراج اونفو اوفياء ديالها. كنتمناكم تبارطاجيو معنا هاد اللايف وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وجميع المواضيع اللي كنطرقو لهم لاراج اونفو. نديرو واحد الدخله للحي شعبان واحد، منطقة الثانوية ديال شعبان. هاد الحي هذا اللي عرف واحد هاد الحي شعبان اللي عرف واحد عدة بنايات جديدة، عمارات كيما جينا في الصورة. كان واحد الوقت هاد الحي هذا كان يعني كيما نقولو كان متروك، قليل اللي كيجي يسكن هنايا، ولكن الحمد لله للمستثمرين استثمروا في المجال العقار وتعطات واحد الانطلاقة، ثورة كبيرة ديال البناء العقار هنا في شعبان. أصبحت شعبان الآن تضاهي، يعني كما نقولوا كتضاهي أكثر من المغرب الجديد. مسائل البناء ديال العمارات كتوجد أمامنا هي الثانوية ديال شعبان. حي شعبان كان واحد الوقت كان بنية تحتية ضعيفة، كان النهار ضعيفة، كان واد الحر ضعيف، ولكن مؤخرا هاد العشر سنوات الأخيرة تمت إعادة الهيكلة ديالو. مع تم الهيكلة ديالو تمت بعد تم الهيكلة ديال هذا الحي هذا، يعني لا حي ابتداء من سيدي جي، الحي شعبان واحد، العائل العاطي، شعبان جوج، نضت ثورة فيه ديال البناء العقاري اللي عطات واحد عدة عمارات الآن كما قلنا كتضاهي المغرب الجديد أو فاتتها كاع، وعرفت وفود ديال مجموعة ديال القاطنين. أنا كتجي مجاورة الحي الصناعي، مجاورة الحي الصناعي ديال مدينة العرائش، الحي الصناعي الأسطال. نعم هذاك اللي دوزنا منه قبيلات هي هذيك كنسميوها، جينا في الوسط هذاك الشارع الحي شعبان جوج، ولا الشمال ديالنا كان الحي شعبان واحد. هذا اللي كيف أمام ديالنا هو الحي شعبان جوج الآن. الآن كندخل بحالنا المنطقة ديال حي شعبان جوج اتجاه المسجد. جميع المحلات كلها مسدودة، كلشي ملتزم في قرار ديال الإغلاق.
من الان مقبل على الحي ديال يعني منطقه المسجد، مسجد شعبان. جميع المقاهي كلشي مجدود. الان كنتواجدوا بجانب مسجد شعبان. هذا المسجد تاعو حديث البنايه، هذا تبنى جديد، الشارع الرئيسي ديال شعبان واحد مع صيدلية شعبان. كما قال الأخ بلاتي شعبان واحد، دابا كاين أخي حمادي عندنا الشاف اللي رايش أخي حمادي. الآن لازلنا بشعبان. هاد الحي شعبان كما قلنا الان حنا قريب المنطقة الصناعية في الشارع الرئيسي اللي كيخرج للمحكمة الجديدة. جميع المحلات كما قلنا مسدودين، كلشي شاد، كلشي التزم بالقرار ديال الإغلاق اللي نزلته الحكومة تفاديا لانتشار عدوى كورونا أو كوفيد 19. من الآن في نهاية نخرجوا الشارع الرئيسي، شارع بن عبد العزيز الرئيسي ديال مدينة العرائش. العرائش أوفو دائما كتحييكم، تحيي جميع المتتبعين ديالها، جميع المتتبعين الاوفياء اللي يستمتعوا بنا بهذه الجوله الليليه، وجميع تحيه لجميع الجاليه المغربيه عبر العالم. مرحبا بك اخي حمادي، حنا معكم اخي كنديروا معكم جوله باش تساروا معنا المدينه. اخي انا المدينه كامله الان طلعت لفوقي، هذه يعني مدينة العرائش كاملة الآن طلعت الفوق، كلها الآن جديدة. المحكمة كاينة في منطقة الفوقي، المحطة في مدينة الفوقي، الكوميسارية سنترال، جميع الإدارات، كل شيء كيتواجد الفوق، يا في شعبان يا في المغرب الجديد. الآن الشارع الرئيسي، شارع عمر عبد العزيز. كيتواجد امامنا السونتر دياليز. هذا السونتر ديال الدياليز، هذا ديال السونتر دياليز كما نقولوا العرائش. هذا السونتر الاول اللي تحل في مدينه العرائش، والحمد لله تزاد سونتر اخر في المغرب الجديد اللي هو ديال التصفيه ديال الدم. هادو ديال بريفي. وكاين السونتر ديال العموم بجانب مستشفى لالا مريم، هذاك السونتر هذاك ديال الناس اللي ما اصحاب الرميد. اما الناس اللي عندهم ضمان اجتماعي والتغطيه كاملين كيجيو هاد السونتر ديال بريفي. والله ينجينا وينجيكم هذا المرض ديال القصر الكلوي، لان الكثير اللي عندنا من هذا المرض هذا يعني حاله، لا حاله نفسيه لا حاله عائليه، بزاف المشاكل كيوقعوا للاخوان اللي كيعانيو من هذا المرض هذا ديال هذا القصر الكلوي اللي ولا الان ظاهره كثيره في المغرب. هادشي كامل رجع للامراض، يعني كما نقولوا الاكل اللي كيكون فيه المواد غير طبيعيه، يعني الماكله يعني الخضر والفواكه اللي غير طبيعيه. كنتمنوا يرفع لنا الله هذا الوباء ديال كورونا، وكنتمنوا الامه الاسلاميه نجيها الله من اي مرض، وكنتمناو من جميع المتتبعين لاراش اونفو
الصحة والعافية وطول العمر، وسنة سعيدة، ودمتم في رعاية الله. كان معكم في هذه الجولة الليلية شنتوف عبد الحكيم، مارش أنف تحييكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.